السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة البيت مع لولو. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتي ياريت تدوسوا على السبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل حاجة سريعة جدا، حلوة حلوة قوي، اسمها كوفي كيك. بسيطة جدا وسهلة، وتعلمتها من واحدة صاحبتي حبيبتي مغربية. والصراحة من أول ما طلبت منها الوصفة وما بخلتش عليا خالص، وعطتني الوصفة بتاعتها وحبيت أنقلها ليكم علشان تعملوها وتجربوها. يلا بينا ندخل على مقادير الوصفة، تابعوا الفيديو لحد الآخر علشان تشوفوا كل التكات اللي تطلعها معاكي تحفة وجميلة جدا. زي ما انتم شايفين محتاجة كوفي ويب كريم وهيفي كريم، ومعايا بسكوت وكاكاو خام. كل اللي انا هعمله ان انا ده الهيفي كريم، هبدا ان انا احطه واضربه بالمضرب لحد ما حجمه يتضاعف وكمان يمسك معايا. طبعا الكميه تقدر تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها حسب الصينيه بتاعتك، تقدر تستخدمي كميه صغيره او كميه كبيره. انا ضربت كده الهيفي كريم هنا، ده انا حطيت عليه سكر بودره علشان بس احليه. برضو درجة الحلو بتاعت الكوفي كيك براحتك، بس اعملي حساب ان انت لسه هتحطي كوفي، وبنحط من فوق الوش كاكاو بتكون خام خالص، فطبعا ده بيخلي الحاجة تكون ممررة شوية، فانا بصراحة بزود شوية السكر البودرة. ده الويب كريم، ده بيبقى جاهز. لو ما عندكيش تقدر تستغني عنه بمعلقة كريم شانتي. هو ده الكريم شانتي بس بيكون جاهز، انتي تقدري تستخدميه تحطي على الهيفي كريم معلقة كريم شانتي ومعلقة كاكاو خام، وهضربهم كويس حتى اللون لون الكاكاو في الويب كريم تقدري انتي تستخدميها براحتك، يعني لحد ما توصلي للون اللي انت عايزاه. هي صراحة اللون بتاعها ما بيكون فاتح شوية فبيكون حلو. للناس اللي متعرفش الويب كريم او الهيفي كريم، في مصر احنا عندنا اسمها كريمة لباني. تانية من البسكوت فوقيها، ودي اخر طبقة معايا. طبعا بعد ما بتخلصيه خالص بتبدأي ان انتي تدخلي التلاجة علشان هو بيتقدم بارد قوي، فكل ما بيقعد في التلاجة كل ما طعمه بيكون أحلى.
ما تحطوش برضو، ما عندكيش شوكولاته بيضه عايزه تحطي فيها رشه بسيطه جدا من السكر الابيض حطيه، وتشوكليت شيبس. وزي ما انتوا شايفين الوصفه خلصت معانا بعد ما دخلتها التلاجه وطلعتها. عايزه اقول لكم انها تحفه وتجنن. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، مهم جدا اللايك علشان الفيديو يكبر معانا ويوصل للناس كلها. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وحاسب لكم تحت كل مقادير الوصفه. وما تنسوش تتابعوني على بيج الفيسبوك البيت مع لولو، وعلى الانستجرام ولاء احمد 961. حاسب لكم كل البيانات تحت في صندوق الوصف، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير في قناتي البيت مع لولو. باي باي.